الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الثانية: إن قيل لك ما حكمه فتقول لقد أجمع المسلمون على أن الحج ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين الخمسة، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وفي صحيح مسلم وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج البيت. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر المسمى بحديث جبريل: فسر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام بقوله: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الحج فحجوا، وقد أجمع أهل الإسلام على ذلك.